توجهات للحكومة في مشاريع تطوير العاصمة ومداخلها بتوسعة عدد من الطرق وإقامة المجسرات والسيطرات الإلكترونية لتقليل الزخم الحاصل في السيارات خلال مدة أقصاها لعام وشهرين. عمل في مداخل بغداد بدأ منذ شهر بعد توقف دام لأكثر من عام. توسعة للطرق بمسافة تصل إلى 30 كيلومتراً شاملاً عدداً من الجسور تقلل من الزخم، إضافة إلى سيطرة إلكترونية لمدخل بغداد مع ميزان للناقلات الكبيرة على أن تنجز الطرق والمجسرات خلال عام وشهرين. توسعة بالشارع راح تكون 4 سايدات وإضافة إلى كتف مترين ونص لكل سايد، راح يصير بي 4 جسور فوقانية، وهناك جسور مشات، وهناك سيطرة إلكترونية، وهناك أوزان محطات مال وزن. طبعا احنا كشركة منفذة مسؤوليتنا هي الجسور الفوقانية والطريق الرئيسي. بالنسبة للمحطات الوزن راح تكون قرب النبايا اعتقد، وكذلك هناك سيطرات إلكترونية، إضافة إلى وكالة الاستخبارات أنها تنشئ كاميرات حديثة على طول الطريق للسيطرة أمنياً طبعاً. يعني إن شاء الله مستقبل الطريق راح يكون واعد. 5 مداخل يجري العمل بها لتغيير واقعها المرير الذي سئم منه المواطن وظل ممتعضاً عند دخوله العاصمة والخروج منها، فلا طرق تصلح لسير المركبات ولا صيانة مرت عليها منذ أعوام. فحتى وهو يرى الآليات في الشارع لكنه متخوف من تأخر أو تلكؤ في العمل يبقي الصورة بهذا المنظر، خاصة وأن المساحة كبيرة تحتاج لعمل مضاعف كما قيل. والله صراحة مثل ما أشوف الطريق جدا تعبان، يعني من بداية تقريبا من مدخل الدجيل إلى العاصمة بغداد الطريق كلش تعبان يعني، والمشاريع صراحة نشوف المشاريع مستمرة والعمل متواصل بس بشكل بسيط وبطيء بنفس الوقت جدا. يا ريت أنه يستعجلون بهذا المشروع ويكملون الطريق لين رابط بين هواي محافظات. احنا محافظات يعني نتمنى من نجي لبغداد، هي بغداد يعني تعرف انت معروفه، نتمنى من نجي لبغداد يكون شارع حلو شيء مرتب بيها، يعني تظل هي يعني من 2003 لحد هسه ماكو اي اعمار، يعني نتمنى شوي تطور بغداد، من واحد يجي لبغداد يفرح يرتاح مو يجي يتملخ بالطاسات وطق التيارات ويرجع. تعمل الشركات بدعم حكومي لانجاز الطرق الرئيسه بعد تحويل المسار إلى طرق مؤقتة، فالصورة التي زرعتها الحكومة في ذهن المواطن جعلته ينتظر بغداد بملائم تلائم اسمها وحضارتها، فبواباتها الحالية تؤشر على إهمال دام لسنوات عديدة. عمار غسان، قناة الرشيد.